كم صححت تقريبا؟ شايفين فين وصل؟ وصل سهم خشاش مضاربي في التأمين، صحح 78 فيبو، نزل من 42 وربع إلى أدنى نقطة 15 ريال و86 هللة. في أحد يقدر يحسب لي كم بالنسبة المئوية جن أرباحه؟ يعني أكثر من تدبيلة دبل تحت. لما طلع من قاع كورونا 9 ريال و16، نقدر نقول إنه دبل تدبيلتين أو تضاعف مرة، أيوه، من 9 و16 إلى 18 30، ومن 18 30 كمان 36. يعني نقدر نقول السهم طلع 220%. اليوم الإنما طوكيو مارين ما شاء الله اتحرك طلع. طيب يعني وين الإغراء في الموضوع؟ يعني ما هو مسكين، يعني شوفوا فين وصل، يعني وصل قريب دعم حق قاع شو اسمه ده شهر 10 قبل سنتين 15.72، هو وصل تقريبا 15.86، صحح 78 فيبو، اليوم حاول يرجع، استطاع أن يغلق داخل القناة المكسورة وتجاوز منطقة 17.34، قفل 18 ريال وهللتين. يعني ما زال في القاع، ما يعتبر طلع، يعني ما زال بيلعب في نفس القاع. هو قاع مفروض يكون هنا 17، لو في خير يبغى يطلع الآن مضاربيا. وين أهم محاور المقاومة الرئيسية في الشارت الاستراتيجي الكبير؟ هيا شوفوا محور المقاومة جاي فين، بدون شارت يومي وبدون أي شيء، السهم هو نازل سوى قاع هنا، يعني سوى استراحة هنا 19.90، هنا دخلوا ناوروا عليه من 19.90 إلى 25.70، وهنا كانوا كاثرين قاع نوفمبر 24.20. شوفوا لعبة القمم والقيعان، هذه المرحلة راحوا اختبروها، ولما اختبروها رجعوا طاحوا فكسروا القيعان، راحوا سووا قيعان جديدة. الآن لما يجي يطلع السهم من 19 ريال و90 إلى 21.80، هذا محور هدف الإنما طوكيو مارين. مبدئيا اختبروا المناطق اللي كسروها هنا اللي هي 61 فيبو وتوسط 50 على الشهري وقاع شهر 6، وسارت المنطقة دي زي المنطقة دي بالضبط اللي هي قاع نوفمبر مع متوسط 100 مع خط مساره الهابط، سارت هذه محطة. فهذه الآن أهم محطتين في الإنما طوكيو مارين لو إنه صاعد، وهذا كله داخل قناة هابطة من قمة 42 وربع. كيف بس أنا اختصرت عليكم هذا؟ طبعا اللي يبغى يلعب على مبدأ نص ريال ريال طبعا ما يهمه الكلام ده، لكن لو أحد متعلق وبيلعب بالكميات ويبغى يتخارج فلا بد يعرف المحطات الكبيرة دي، لأنه مو معقول يعني خسران خسارة مثلا أو متعلق تعليقات حيجي على طلعة النص ريال يبيع، ولا على طلعة 6% يبيع. طيب هو مسكين متعلق، لكن هذه هي مناطق الاستراتيجية في الصعود، تعرفوا لا قدر الله على مبدأ تكسير العظام. طيب هذا لو جاء نازل الآن، أنا عندي من هنا إلين هنا 14.80، هذه منطقة دعم، دعوم مليانة دعوم، في هنا دعم أكتوبر، دعم 78 فيبو، هنا في دعم في قاع 2018، يعني هذا كله دعم. هنا لو كسر 14.80 دخل في مرحلة، هذه يسموها مرحلة خلاص تكسير العظام، لأنه هنا خلاص كأنه حيروح لمرحلة أبعادها من 11.90 إلى قاع الموجة 9.16، يصير هنا مرحلة. خلاص هذه المرحلة اللي هي إيش؟ مرحلة القيعان أو مرحلة بداية الانطلاق. شوف حتى هنا ما في إغلاق شهري، تحت مستوى كلوز هنا 10.34، علما أنه سجل 9.16 أيام كورونا، فينا 10.18، يعني سار من 11.80 إلى 10.18. خلاص هذه مرحلة القاع أو 11.90 كده. قسموا الإيش، شوفوا الحركة وقسموا العملية. إيش يضمن لنا دحين إحنا في الاتجاه الهابط؟ مين يقدر يأكد إنه ما في إنه الإنما طوكيو مارين ما ينزل أكثر من كده؟ الاتجاه الهابط وراء علوم. شوفوا لما كان في اتجاه صاعد مين كان يصدق إنه يوصل 42 وربع؟ لأنه المسار صاعد،
القناة صاعدة، ولو جينا رسمنا وقتها مع بداية الموجة قناة، شوفوا القناة كيف، هذه القناة زي فكرة البولينجر يا شباب. شوف شوفوا كيف لما كان يطلع من فين يجني أرباحه، يجني أرباحه من يوم ما يقترب من سقف القناة، لما يجي يطيح ما يكسر المسار، يرتد من قريب قاع القناة إلين سبحان الله جلس يفحط في هذا المحور مو قادر يغلق خارج القناة، وبعدين سبحان الله قيده متضخم وسقط السهم. انت الان في اتجاه هابط الله يعلم عن مدى، كل اللي انت بتتفرج عليها اللي هي عملية انه انا فين اتوقع استراحة المحارب. يعني هنا الان اللي حيتعاملوا مع الانما طوكيو مارين هم حيتعاملوا مو على اساس انه هو سهم صاعد، لا، انه يبغوا يعرف يبغوا يلعبوا في المرحلة دي. يقول لك نحن لو حافظنا على القناة يعني ما انزلقنا خارجها يمكن نلعب داخل القناة من هنا لهنا أو من هنا لهنا، ولكن دائما الفكرة العامة إنه السهم سلبي، يعني ممكن مع الوقت ننزل من مرحلة لمرحلة على حسب ظروف السوق وظروف السهم.